أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون باردا نسبيا وغائما مع تساقط أمطار أحيانا. إدارة الأرصاد الجوية أشارت إلى أن الرياح الشمالية الغربية تتراوح بين 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. هذا وحذرت الإدارة من وجود رياح قوية السرعة، داعيا في الوقت ذاته إلى المواطنين والمقيمين ومرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم في ظل أحوال الطقس غير المستقرة.